النهارده هنعمل مقلوبه. مقلوبه النهارده هنعملها بالفول الحراتي. بالفول الحراتي. جميله. فول اخضر، زبده وبصل، جزر وكرفس وكرات وملح وفلفل، مكعب مرق بقدونس، زعتر، رز بسمتي بسله، مكسرات مشكله، بهارات، جوز الطيب، ليمو، حبان، ورق لارو، مستكة. انا قررت اني مش هديها لحمه. الفول بكليات دي بروتين. بروتين. وبرضه مش مكتوب فيها بتنجان، لكن انا هحط لها شويه بتنجان. طب نصلي على الحبيب. دي الزبده بتاعتي. اهي. بصل وثوم وكرفس وكرات. يا ست يا ست، بهارات كده، الليمو بس عايز اكسرها كسره بسيطه عشان اهو. ونصلي على الحبيب كده. هو انا المفروض ان ابشر لها طماطميه واحده بس، واخد شويه قرفه لان برضو ما حطش قرفه ليا. طيب كده هنا نسلي على الحبيب، اخد لها طماطميه ناشفه، وبعدين انا ما اعرفش ليه مش حاطه فلفل حار. انت خلاص يعني كده انا ضمنت غدايا. الفول الحراتي ده لا مش نا مي الله 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 الله. يلا بقى امر الله. حبة اللحمة هم كلهم لو بوزهم هناك وعملوا مشكلة على ايه؟ احنا مش قد المشاكل. الفول الحراتي اهو، بموت في الفول الحراتي ده، بعشقه عيش. شوية كزبرة خضرا. لا اه كزبرة خضرا. ساعات بيضحكوا عليها بحط لي بقدونس ومفكرني مش هعرف دي من دي. حبة قرفة، حبة بهارات شربانية، ادي بقى الشوربة بتاعتي. باخد الطماطمية دي كده تديني مزازة شوية. بسم الله. نعم يا فندم. الرز بتاعي بتاع الكبسه ده او بتاع المقلوبه جنب على جنب اهو، وبقلي البتنجان، واجي بقى هنا على البذنجان. نبص بقى كده. الله 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 الله، مقلوبه
دي مقلوبه فول، ما احنا مش هنعملها بعملتها، مش هنعملها عاملها بمعاملتها، خليها بعملتنا. حاضر. نعم. على الفرن. لا خلاص حطيت البوتاجاز.